بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، معكم صالح، واليوم راح نتكلم عن الحدادة في لعبة نيو. وبإذن الله في المستقبل القريب راح نغطي المواضيع الرئيسية في لعبة نيو. وقبل لا نبدأ نتكلم عن الحدادة، في شيء أبغى أنبه عليه، اللي هو شخصية اللي قاعدة تبيع لك عند الحداد. فهي بنت اسمها توم، والبنت هذه وارثة صنعتها من جدها، ففي البداية راح تتعامل معها، لكن في المستقبل راح تفتح حداد ثاني. وأول شيء تقدر تسويه إذا دخلت عند الحداد إنك تتكلم مع الحداد، وهذا شيء تقدر تسويه بزر مثلث، وهنا راح تطلع لك عدة خيارات. الخيار الأول راح يسمح لك إنك تتعلم الخواص حقته، خيار ثاني راح يخليك تتخاطب معه، وهذا الشيء ممكن يفتح لك خيارات متعددة. بس أهم شيء عندنا هو التلفيل، وهذا التلفيل يجيك من نقاط الولاء، وهذه النقاط راح تقدر تحصلها بإنك تشتري أشياء أو تطور مواد أو إلى آخره. وحط ببالك إن الأشياء اللي تقدر تلفلها عند الشخصية الأولى راح تختلف عن الشخصية الثانية، والأشياء هذه راح تتنوع بين أشياء مثل ترخص سعر أشياء معينة أو تزيد الفلوس اللي تحصلها من أشياء ثانية. وحاول إنك ما تلفل إلا الأشياء اللي راح تستفيد منها، مثلا ترخيص تكلفة السول ماتش، وحاول ما تضيع نقاط زي ما تشوفون هنا على الأشياء الشكلية، لأنها غالبا ما تكلف كثير وما راح تسويها بشكل متكرر وما راح تكون تكلفتها عالية جدا. ولما نطلع من هذه القائمة راح تجينا خيارات البيع والشراء. فلما ندخل خيارات البيع راح تطلعنا قائمة بالأيتمات اللي موجودة عندنا، وراح نقدر نبيعها على البياع اللي موجود هنا. الفكرة ان ما انصحكم تبيعون هذه الاشياء، لان غالبا ما راح تعطيك شيء يستاهل قيمتها، واي شيء تبيعه لو حسيت بالندم طبعا راح تقدر تشتريه في المستقبل. بس الشيء الاساسي انه اذا في عندك شيء ودك تكسب منه فلوس، حاول انك تستخدم الديسسمبل، وهذا الشيء راح نتكلم عنه بعد شوي. وبعد كذا راح يجينا خيار الشراء، وفي خيار الشراء راح يطلع لك الايتمات التقليدية اللي ممكن تشتريها. بس اهم الاشياء اللي ممكن تركز عليها هي الايتمات، وفي الايتمات ركز على انك تشتري امو او اشياء زي كذا. واهم ايتم راح يكون موجود هنا هو البوك اوف ري انكارنيشن، هذا الكتاب راح يسمح لك انك تعيد تخصيص خواص شخصيتك، واذا شريتها اول مره راح يكون له سعر، بس كل مره تشتريه راح يزيد سعره بشكل مجنون، زي ما تشوفون هنا واصل سعره الى 100,000. وأحب أنبه إن فيه متجر ثاني راح تقدر تشتري منه الكتاب، اللي هو تي هاوس، وهذا الشيء راح نتكلم عنه بعدين في مقطع الأونلاين. وطبعا زي ما تشوفون هنا راح تقدر تشتري الأشياء اللي بعتها، بس الشيء اللي ودي أركز عليه هو سبيشال فاينز، فهذه عبارة عن آيتمات مميزة ولها قيمة أعلى، وهذه الآيتمات راح تتغير كل مرة تجي، فحاول إنك تشتري الأشياء اللي تحتاجها من هنا، وراح تحصل آيتمات متنوعة من أسلحة ودروع إلى مواد استهلاكية أو حتى مواد تستخدم في الفورجينج. وهذا الشيء يجيبنا لخيارات الفورج. ففي الفورج عندك ثلاث خيارات: الأسلحة والدروع والتولز، وراح نتكلم أول شيء عن الأسلحة والدروع، وهي راح تكون نفس الشيء. فراح يكون عندك لكل نوعية سلاح موجود عدة خيارات متنوعة. طبعا راح تلاحظ أنه في خيارات أقل للأسلحة المتنوعة، والخيارات اللي تلقاها متنوعة بشكل كبير راح تكون للسيف الوحيد. وش الأشياء اللي تميز الأسلحة في الفورج؟ راح تلاحظ أنه عند كل سلاح في خواص مختلفة أو سبيشال إفكت، هذه تختلف على حسب نوعية السلاح، وكل سلاح فوق راح تلقى ندرة أو نسبة معينة للندرة اللي ممكن تحصلها إذا استخدمت أو إذا سويت كرافتينج. وعلى اليمين راح يطلع لك المواد المتطلبة للكرافتينج حقت هذا السلاح. فلو بغينا مثلا نسوي هذا السلاح او نحصل الافكس اللي موجود عليه اللي هي اللايتنينج والسبيريت، راح تحتاج اول شيء حجر التماهيجن، والثاني اللي هو الديمونز هورن. والمواد اللي راح تستخدمها في الكرافتنج هنا راح تقدر تغير بين المواد اللي بتستخدمها من ناحيه الندره، واذا غيرت هذا الشيء راح تلاحظ ان نسبه السلاح اللي بيطيح لك تتغير فوق. فكل ما اضفت مثلا خليط مختلف راح تطلع لك النسب مختلفه. فلو مثلا حطينا انقل مواد من اللون البنفسجي وزدنا المواد اللي باللون الاصفر، راح تزيد نسبة انه يطلع لنا سلاح اصفر. الشيء اللي لاحظه انه اذا زدت النسب مثلا حقت البنفسجي وقللت النسب الثانية، راح تكون نسبة عالية انه يطلع لك بنفسجي، بس برضو راح يكون عندك نسبة عالية انه يطيح لك سلاح ابيض. فانت راح تقع بالمخاطرة بانه ممكن يطلع لك سلاح بنفسجي او سلاح ازرق او سلاح اصفر او سلاح ابيض، وراح تكون ضيعت ريسورسز كثيرة على سلاح ابيض. فراح نسوي الان فورج لهذا السلاح وراح نشوف ايش يطلع لنا. وزي ما تشوفون طاح لنا سلاح ابيض مع ان استخدمنا كل المواد باللون البنفسجي. والشيء اللي احب انبه عليه انه ما راح تكون محصور على هذه الالوان وهذه الخيارات، ففي خيار اضافي اللي هو ديفاين. الديفاين راح يكون نسبته اعلى، ولو كان عندك ماده ديفاين تقدر تحطها على سلاح راح يشيل نسبه اللون الابيض تماما، وراح تكون خياراتك بين الاصفر والازرق والبنفسجي والاخضر، والاخضر هذا هو اللون حق الديفاين. وبعد كذا راح ننتقل الان
الآن للملابس، والملابس راح تكون تقريبا نفس الشيء، ما راح يطلع لك أي شيء مختلف، راح تلاحظون خواص مختلفة لكل آرمر، وراح تلاحظون على اليمين المواد المتطلبة لهذا الآرمر. وشي اللي أحب أقوله، حاول أنك ما تضيع موارد لحقة الفورج بوقت مبكر، لأنك بهالطريقة راح تسوي آيتمات لفلاتها منخفضة. فلو تلاحظون كل ما زاد لفلك كل ما زاد لفل الملابس والأسلحة اللي راح تطيح لك. وبعض الملابس والأسلحة تتطلب مواد نادرة جدا وما تطيح لك بشكل شائع، فهذا الشيء يخليك نوعا ما تتحفظ من ناحية التطوير أو من ناحية الفورج. وراح أقول غالبا لا تسوي فورج إلا إذا كان عندك لبس مثلا ناقص تحتاجه بليفل أعلى وبندرة عالية، أو عندك سلاح مثلا مو موجود، مثلا أنت بتحب تلعب مثلا بالسلسلة أو تحب تلعب بالرماح بس ما عندك أي رمح كويس، في هذه الحالة استخدم الفورج، لكن غالبا راح تطيح لك كل الأسلحة اللي تحتاجها من الليفلات. وهنا نجي لخيار التولز، وهنا راح تكون عندك خيارات مختلفة. ففي البداية راح يكون عندك خيارات التولز، وهذه هي البفات والايتمات اللي تقدر تستخدمها، وطبعا مع تقدمك باللعبة راح تزيد الايتمات اللي تقدر تفتحها. واحد مثلا من الايتمات المهمة اللي راح تنفتح لك اللي هي سامونرز كاندل، وهذا الايتم راح يقدر يرجع لك الاميرتس حقتك والسبيريت اذا كنت مايت في مكان مثلا في غرفة البوس، راح يرجعها لك كلها. وطبعا هذه الايتمات تطلب مواد خاصة ونادرة، فبعض الأحيان ممكن تقول والله لا بوفر المواد اللي بسوي فيها كرافتنج لهذه الآيتمات لشيء ثاني. والخيار الثاني عندنا اللي هو موارد الحدادة، فهذا الخيار راح تقدر تصنع المواد اللي أكثر ندرة، بحيث أنك تاخذ مادة مثلا بندرة صفراء تطورها إلى ندرة زرقاء، وبعدين تاخذ اللي طورتها إلى ندرة زرقاء وتطورها إلى ندرة بنفسجية وهكذا. طبعا ما راح تقدر توصلها إلى ندرة الديفاين، ندرة الديفاين راح نقول لكم بعد شوي كيف تحصلونها، بس مبدئيا هذه الموارد راح تقدر تطورها، وهذا الشيء راح يسمح لك انك مثلا تجمع موارد من ندرة منخفضة ثم ترفعها الى ندرة اعلى ثم ترفعها الى ندرة اعلى وتطلع منها اسلحة افضل في المستقبل. وحط ببالك انك استخدامك لهذه الخواص راح يزيد ليفلك او راح يزيد ولائك للحداد. وبعد كذا يجينا واحد من اهم الخيارات اللي موجودة عند البلاك سميث، وهذا الخيار هو السول ماتش. وفي هذا الخيار راح تقدر تحط سلاح او درع في خانة وتحط سلاح ودرع في الخانة الثانية. اللي راح يصير انه ياخذ السلاح اللي في الخانة الاولى ينقله او يرفع ليفله الى ليفل السلاح اللي في الخانة الثانية. واللي راح تسويه بهذا المرحلة هذه او بهذا الخيار انك تحط سلاح مثلا كويس في خواص مميزة ونادرة ومهمة بالنسبة لك وتحطها في الخانة الأولى، وتاخذ سلاح مثلا سيء وما في خواص بس ليفله عالي تحطها في الخانة الثانية، ثم ترفع السلاح الأول إلى ليفل السلاح الثاني. طبعا حط ببالك أن التكلفة راح تزيد بشكل مجنون جدا إذا كان ارتفاع الليفل أو فرق زيادة الليفل كبيرة، فممكن توصل إلى مبالغ طائلة ما تقدر عليها. فلو كنت مثلا بتزيد الليفل بمقدار ليفل 1 ليفلين 3 التكلفة راح تكون متقاربة وتحت 10,000، بس لما تبدأ تتعداها وتوصل إلى 10-20 ليفل راح تبدأ توصل لأرقام خيالية وفلكية. إذا اخترت سلاحين وحطيت سلاح اللي تبغى ترفع إلى ليفله، هذا السلاح اللي تبغى ترفع إلى ليفله راح يدمر نهائيا، يعني راح يروح عليك، فأحرص أنك ما تحط سلاح تبغاه. وطبعا راح تقدر تسوي نفس الشيء اللي سويناه مع السلاح مع الأرمر، بحيث أنك يكون عندك مثلا أرمر نادر وفي خواص خرافية مجنونة بس ليفله منخفض وما انت مستفيد منه بسبة هذا الشيء، تقدر تسوي نفس الحركة بحيث انك تاخذ ارمر ما هو بفايدك وما عندك اي اهتمام فيه وترفعه الى ليفل اعلى. والفائدة اللي موجودة هنا ان قوة السلاح وقوة الدرع راح تزيد بشكل كبير مع زيادة الليفل، فراح تستفيد من الليفل الاعلى بهالطريقة. وتنوع الاسلحة يعتمد على عدة عوامل، الليفل والخواص اللي موجودة فيه وليفل شخصيتك، فهذه الاشياء راح تجتمع مع بعض راح تكون البلد حقك وراح تكون السلاح حقك وكيف قوتك. وعشان كذا استخدامك للسول ماتش مهم جدا. وبعد كذا نجي لواحد من الخيارات اللي صراحة أحب ألعب فيها، وهو خيار الريفاشن. فهذا الخيار إذا دخلته راح تقدر تاخذ سلاح من الأسلحة اللي ودك تستخدمها بس ما هم معجبك شكله، وتغير شكله إلى شكل سلاح ثاني معجبك شكله. الشيء الجميل إنه راح يكون عندك قائمة بكل الأسلحة اللي استكشفتها من هذه النوعية، ويكون لك الخيار إنك تحطها بهالشكل. وكمثال بسيط ممكن مثلاً تاخذ مثلاً درعك خفيف بس تحب شكل الدروع الثقيلة، تقدر تاخذ درع خفيف وتحط عليه شكل درع ثقيل وتغير شكل كل ملابسك حتى لو كانت مشكلة
الموكلة. فهذا الشيء جميل جدا ويخليك نوعا ما تستثمر في شخصيتك من ناحية الشكل. وفي شيء ثاني تقدر تسويه بعد ما تغير شكل سلاحك أو درعك، إنك تقدر تأخذ نفس الايتم هذا وترجعه لنفس شكله الأصلي، فهو راح يعلمك وش شكله الأصلي، راح يحط علامة عنده. بالإضافة إلى أن أي شيء متغير شكله راح يكون برضو عنده علامة أن ترى هذا سلاح أو درع متغير شكله. وبعد كذا نجي لبرضو واحد من الخيارات اللي تهتم بالشكل أكثر من أي هدف ثاني، وهذا الشيء هو خيار الهير اللي مقصود فيه الشعر. فلو تدخل عليه راح تلقى عندك أول شيء تغيير خيار الشعر حق الرأس، وعندك نبذك الخيارات الكثيرة بس يعني خيارات معقولة وتعطيك نوعا ما تغيير بين فترة وفترة. والخيار الثاني هو تغيير اللحية، وفيه راح تقدر تختار بين محلوق بشكل كامل، لحية خفيفة، أو لحية متوسطة، أو لحية كثيفة. وهنا نرجع لواحد من الخيارات المهمة عند الحداد اللي هو خيار الريفورج. في هذا الخيار راح تقدر تاخذ سلاح او درع وتغير الخواص الخاصة اللي موجودة فيه. فمثلا عندك سلاح يستخدم نوعا ما خلينا نقول مثلا الهاي اتاكس، او يعطيك بونص للموية، او يعطيك بونص للنار، راح تقدر تدخل لما خيار الريفورج وتختار الخواص اللي من معجبتك على السلاح، بشرط انها ما هي بخواص مقفلة طبعا، وكل مرة راح يغيرها لشيء عشوائي. وكل مرة تتغير برضو راح تتغير معها الندرة، فبعض الاحيان ممكن تطلع لك بيضة، ممكن تطلع لك صفرة، ممكن تطلع لك زرقة، ممكن تطلع لك بنفسجية، كل هذه خيارات موجودة، أو حتى ممكن يطلع لك ديفاين أخضر. فمثلا أنا عندي هذا السلاح اللي الإضافات حقته عبارة عن هاي أتاك كي ريدكشن وهاي أتاك بريك. أنا ما أستخدم الهاي أتاك فأبغى أغيرها، وفعلا أنا الآن بغيرها وراح تلاحظون أن طلع لي كويك أتاك بريك وسكيل كي ريدكشن، وهذه أشياء راح أقدر أستفيد منها. فهذا الشيء خلى هذا السلاح اللي سابقا ما كنت راح استخدمه اكثر جاذبيه بالنسبه لي. وطبعا راح تقدر تسوي هذا الشيء على كل انواع الاسلحه وبنفس الوقت كل انواع الدروع، يعني راح تقدر تسويه على اي شيء مهم عاجبك. زي مثلا لو كان عندك ارمر ضد اللايتنينج تبغى تغيره الى ارمر ضد النار او شيء زي كذا، بس حط ببالك انه عشوائي، يعني مو بشرط يجيك الشيء اللي تبيه. واخيرا في قائمه الحداد عندنا خيار الديس اسمبل، وهو واحد من اهم الخيارات راح تستخدمه بشكل كبير جدا، لدرجة ان كل مرة تطلع بمهمة انصحك انك تمر على الديس اسمبل وتفضي الاشياء اللي جمعتها. ففي هذا الخيار راح تقدر تدخل على قائمة الاسلحة او الدروع اللي موجودة عندك وتحدد كم سلاح او درع من عندك بزر المثلث، وهذا زر مهم انك تعرف عنه، تقدر تحدد اشياء بزر المثلث بس انك تحددها وتدمرها. وهذا الشيء راح يعطيك الموارد اللي راح نستخدمها بعدين في خيار الفورج، سواء للاسلحة او للتولز. وشيء اخير، إذا حطمت الأسلحة اللي ندرتها ديفاين راح تحصل آيتم الديفاين فراغمنت اللي تقدر تستخدمه بالكرافتينج، راح يعطيك ندرة أعلى من ناحية الفورج. فأهمية الديس أسمبل بكل بساطة أنه يعطيك كمية موارد هائلة جدا، خصوصا إذا طلعت من مهمة بكمية آرمر أو أسلحة لونها أبيض أو أصفر، فراح تدمرها وراح تجيك طن ماتيريالز بدالها، وتقدر تبيع الماتيريالز أو تستخدمها أو حتى تأخذ الماتيريالز اللي منخفضة جودتها وترفعها إلى جودة أعلى. وبكذا يا شباب نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، شكرا لكم على متابعتكم، ولو عجبكم المحتوى لا تنسوا مشاركة المقطع والاشتراك، وإذا كان عندكم أي طلبات لأشياء ثانية ودكم تشوفون شروحات لها في نيو شاركوها معنا تحت أو على حساب القناة في تويتر، ولا تنسى stay awesome. سلام.